جبل صخري طوله 2491 فوق سطح المية. من بعيد شكله يقبض ويخوف لأن حواليه غابات من كل ناحية، وأول ما الليل ما يليل الضباب بيخفي على الأقل نص اللي فوق، ومحدش بيجرؤ يقرب منه بالليل، واللي اتجرأ وطلع يا إما بينزل فاقد عقله واتجنن، يا إما الشرطة بتروح تجيبه بالنهار. بس جثة. حكايتنا النهاردة عن جبل حرفة، أشهر جبل مسكون بالجن في السعودية. قبل ما نبدأ حكايتنا، لو أنت لسه مش مشترك في القناة انزل اشترك بسرعة وفعل الجرس عشان حكايتنا الجديدة توصل لك أول بأول. يلا نبدأ حكايتنا. جبل حرفة موجود في مركز بني عمر التابع لمحافظة النماص جنوب غرب المملكة العربية السعودية. الجبل بيدور حواليه كلام كتير على لسان أهالي القرى المحيطة بيه. الجنب الشمالي من الجبل منحوت عليه باب حديدي اسمه باب حرفة. محدش يعرف الباب ده مين حطه ولا ليه ولا امتى، بس الغريب ان الليل لما بيجي الباب ده بيختفي وبيبقى عبارة عن صخرة، ومع ساعات الليل الطويلة الناس بتسمع أصوات طبول وغنى، والأصوات دي بتبقى جاية من عند الجبل، ومحدش بيجرؤ يقرب ويروح هناك عشان بيبقى مش عارف هيرجع ولا لأ. بس للأسف في ناس كتير بيبقى عندها فضول الاستكشاف لأي مكان غامض ومسكون وبتقرر تروح. ومن هنا حصلت حوادث كتير مشهورة عند أهل القرى المحيطة وبيتداولوها وبيحكوها دايما. تعالوا نعرف إيه القصص. بيحكوا إن كان في بنت عذراء جميلة خرجت من البيت راحت لبئر قريب من الجبل عشان تملى مية، وهي بتملى المية لقيت حاجة بتلمع، حاولت توطي تجيبها، وبعد محاولات قدرت تاخدها وطلع خاتم شكله حلو جدا. وهي لسه واقفة قدام البئر لقيت ايد شدتها دخلتها جوه البئر، وبعدها البنت اختفت تماما. اهلها دوروا عليها كتير جدا بدون جدوى، وتعدي ايام وابوها قاعد في البيت لقى تعبان لسه قايم يمسكه، لقى اتكلم وقال له انه مش تعبان ولا حاجة، وانه من الجن اللي ساكن جبل حرفة، وانه شاف بنته وعجبته واخدها اتجوزها، وسبب وجوده هنا عشان بنته طلبت انه يطمنوا عليها ويشوف طلباته. ودي من اغرب الحكايات اللي اتشهر بيها الجبل. وتاني حكاية عمرها 20 سنة بيحكيها شخص من قرية بني رافع، وبيحكي وبيقول انا كنت راجع بالليل من فرح والوقت كان متأخر شوية، وانا سايق العربية في اتجاهي للبيت وتحديدا جنب جبل حرفة، اتفاجئت بوجود 4 اشخاص اتراك واقفين على جنب الطريق وواضح انهم في مشكلة. وقفت عشان اساعدهم واشوف مالهم، ولما نزلت سألتهم قالوا لي ان في 2 من صحابهم طلعوا الجبل بسبب الفضول من الساعة 10 تقريبا، ومن ساعتها ما نزلوش وطلبوا مني ان اطلع معاهم اساعدهم انهم يلاقوا صحابهم، وبالفعل وافقت وطلعت مع اني عارف اللي بيتقال عن الجبل، وطول ما انا طالع بذكر اسم الله. واثناء البحث لقيت صاحبهم سند على صخرة وايديه مرفوعة كأنها مربوطة بحبل وعمالة تنزل دم، وواضح ان في جروح كبيرة في ايده وهو عمال يحاول يفك نفسه ومش قادر. بس الغريب ان مفيش حبل اصلا، كأن في حد ماسكه احنا مش شايفينه ومثبته في الصخرة. عرفت على طول ان في جن موجود حوالينا احنا مش شايفينه، واول حاجة جت في بالي ان اقرأ آية الكرسي والمعوذتين، واول ما قريتهم ايديه ثابت بس كان بينزف بطريقة مش طبيعية، والجروح شكلها غريب كأن مخالب حيوان كانت غرزة في ايديه، وكان في حالة هستيرية مش عارف حتى يتكلم. قعدنا شوية ندور على صاحبهم التاني بس ما لقيناهوش خالص، وكان لازم نتحرك لأن صاحبهم كان بينزف جامد. فقررنا نقسم بعض، جزء وأنا منهم نروح المستشفى عشان نلحق صاحبهم، ونطلع نروح المخفر نبلغ عن صديقهم المختفي، وجزء تاني يستنوا تحت الجبل لعل وعسى صاحبهم المفقود ده يظهر ولا حاجة. وبالفعل قد كان. رحنا ورجعنا بالشرطة، والمفاجأة إننا لما رجعنا لقينا العربية بتاعتهم السقف بتاعها متطبق والإزاز متكسر مالي الأرض، كأن في صخرة كبيرة وقعت من الجبل على العربية. ولما الشرطة سألتهم قالوا وإحنا واقفين في انتظار صديقنا عشان يظهر لقيناه كأنه اتزق من فوق الجبل وقع على العربية بالشكل ده. وبيؤكد كمان الحادثة دي
أحد الرقاة الشرعيين في قرية بني عمرو، لأن الأتراك راحوله عشان في حد منهم حصل له مس شيطاني بسبب طلوعهم للجبل، وطلبوا منه أنه يساعدهم. والحكاية الثالثة حصلت سنة 1995، لما مجموعة شباب اجتمعوا مع بعض يسهروا في مكان قريب من الجبل، ونصبوا خيمتهم وولعوا النار وفضلوا قاعدين يتسامروا ويضحكوا، والكلام أخدهم ودخلوا في حكاوي عن الجن والأرواح والمس، والكلام جاب بعضه واتكلموا عن جبل حرفة واللي كان بيبعد عن مكان قعدتهم بمسافة مش كبيرة. فالحماس أخد واحد منهم كان اسمه ناصر، وقام وقف وقال لهم اللي مش بيخاف يجي معايا، أنا رايح الجبل. فواحد كمان اسمه محمد قال له أنا هاجي معاك. صاحبهم قال لهم انتوا مجانين، بلاش، كفاية سمعة المكان. بس ما سمعوش الكلام، والشجاعة أخدتهم وراحوا بالفعل. ركبوا عربية ناصر وتوجهوا لمكان الجبل، وهم في طريقهم لهناك والدنيا كانت ضلمة وضباب، مرة واحدة تخيل ناصر بحاجة عدت من قدامه ففرمل جامد قوي. فمحمد قال له في ايه؟ فناصر قال له شفت حاجة عدت من قدامي. محمد قعد يتريق ويقول له انت اكيد خايف وبتعمل كده عشان عايزنا نرجع. فناصر كمل سواقة في طريق الجبل عشان يأكد له انه مش خايف، وقبل ما يطلعوا قال له احنا هنطلع سريعا وننزل نرجع لاصحابنا على طول عشان نكمل سهرتنا. وبالفعل بدأوا يطلعوا واخدوا معاهم كشافات، لان الدنيا كانت ضلمة جدا في المكان. وبعد ما طلعوا بدأوا يسمعوا اصوات اطفال بتضحك، ومرة واحدة الصوت ده تحول من ضحك لصوت عياط. طبعا بدأ الخوف يتملكهم وقرروا انهم يرجعوا للعربية بسرعة، بس حاولوا يرجعوا ما كانوش عارفين، كأنهم دخلوا متاهة. ومرة واحدة سمعوا صوت واحدة ست بتصرخ وبتستنجد بيهم، قرروا يمشوا ورا الصوت. ولما راحوا ورا الصوت لقوا نار مولعة في حتة قماشة على شجرة، بس الغريب إن القماشة بس اللي كانت النار ماسكة فيها والشجرة نفسها لأ. ولسه بيبصوا لبعض ناصر حس بحد بيلمسه، لف عشان يشوف مين، لقى طفل صغير مبتسم بيقول أمي قالت لي إن أنتوا صحيتوا أخويا الصغير. طبعا من الصدمة ناصر وقع أغمى عليه في مكانه، ومحمد بقى عمال يعيط ويحاول يصحي ويفوق فيه بس مفيش فايدة. وخلال ما هو بيحاول يقومه لقى طوبة اتحدفت عليه جامد، لف يشوف مصدر الطوبة لقى واحدة ست واقفة قدامه بتاكل طفل صغير وبتعيط وإيديها غرقانة بالدم، وبصت لمحمد وقالت له أنت دلوقتي بقيت ابني. محمد بقى عمال يتلجلج في الكلام ويقول لها ابنك إزاي؟ أنا أصلا بني آدم. ردت وقالت عارفة أن أنت من البشر، بس انت موت ابني ودست عليه وهو نايم. ما كملتش جملتها ومحمد كمان وقع اغمى عليه. طبعا لما ما رجعوش لاصحابهم بداوا يبلغوا ويدوروا عليهم، ولقوا ناصر ميت جوه احد الكهوف في الجبل، ولقوا محمد على بعد 600 كيلومتر من مكان الجبل وبيهلوس وبيحكي الحكاية دي. ولما عرف حكايته الضابط قرر يساعده، بس بسبب مساعدته دي بيت الضابط اتحرق ومات هو وعيلته. ومحمد اتحجز في مستشفى مشهورة جدا اسمها شهار للأمراض العقلية، ومات هناك في ظروف غامضة. دي كانت حكايتنا النهاردة. ناس كتير بتأكد الحكايات دي، وناس بتشكك فيها، وناس فعلا قدرت تطلع الجبل بالنهار وتنزل سليمة، لكن بالليل مفيش، وهيفضل الغموض حوالين المكان لحين اكتشافه. لو عجبتك حكايتنا ياريت تعمل لايك وتشير الفيديو لصاحبك اللي ما بيخافش، واكتبوا لنا في الكومنتات تفتكروا المكان ده فعلا مسكون بالجن زي ما مشهور عنه، خصوصا انه يعتبر في مكان فضاء ودي الاماكن اللي بتحب الجن تسكن فيها فعلا. واستنونا في حكاية جديدة من حكايات نص الليل. كانت معاكم تيا، أشكركم على المتابعة ودمتم بخير.